صباح الخير لكل مشاهدين. اليوم من نهار الخميس 6 شباط فبراير 2014. عالم صباح جديد وفقرات جديدة اليوم أيضا استثنائيا لغاية الساعة 11:30 بتوقيت بيروت بسبب النقل المباشر للمحكمة الدولية لأجل لبنان اللي أكيد اللي عم بتحقق بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وأيضا الجرائم الأخرى. اليوم فقراتنا عديدة ومثل العادة هلا عم نجرب قد ما بنقدر نمرق كل الفقرات اللي بتمرق بعالم صباح حتى ما تغيب عنكم ولا فقرة بخلال هالأيام. اليوم كمان حبيت هيك أطرح عليكم سؤال متعلق بكل شخص منا، كل شخص منا عنده أصدقاء قراب وعنده معارف كتار، يمكن هيك بيقولوا أوقات واحد بيختارهم، واحد بس يبلش سنة جديدة بصير بيعمل مثل فيلتراج أو بصير بنقي، بيقول هدول الأشخاص بدي كفي معهم حياتي، هدول الأشخاص بدي استغني عنهم، هدول الأشخاص بخلوني حس إنه أنا شخص إيجابي وبستحق إنه كفي معهم أو هن كمان بيستحقوا إنه كفي معهم، وأشخاص آخرين بقول خلص بدي أتركهم وبلش من جديد وافتح صفحات جديدة. اليوم حبيت اطرح سؤال بيقول انه اذا كان عندكم مشكلة او سوء تفاهم مع شخص عزيز على قلبكم او الصديق او الصديقة الاقرب الى قلوبكم شو بتعملوا؟ بتواجهوهم او بتبعدوا عنهم وما بتبرروا شيء بتختفوا من حياتهم؟ هدول كتير بيصيروا، في اشخاص بيروحوا بواجهوا بيقولوا انا ما بدي اقطع العلاقة بدون ما افهم ليش هيك صار، وفي ناس بيقولوا لا انا بدي اختفي من حياتهم وما بدي اعمل اي تبرير، بكفي بقلب صفحة وبفتح صفحه جديده. ودغري بلشوا يسالوني الكومنتس تبعولكم. سجود عم بتقول لا اكيد ما رح اقطع العلاقه، رح واجهها لانه اذا ما تعاتبنا وما تحببنا الصديق مثل الاخ وبيغلط وانا من النوع يلي بيسامح. صح، انا بلاقي دائما ربنا غفور رحيم وربنا بيغفر وبيسامح، لازم نحن كمان نتعلم منه ونسامح ونغفر ونتعلم انه كمان الاشخاص الاخرين بحاجه لفرصه ثانيه، اذا انعطوا فرصه ثانيه ورجعوا غلطوا او وقعوا بنفس الفخ برموا الصفحه وامشوا بليهن. كمان نتيما عم بتقول اذا كان في غلط بحقي بترك الامور لتهدى وبعد فتره بحكي. كمان وليد عم بيقول حسب، يعني اذا كنت انت يا غيدة بوجهك وبعتذر منك، اما اذا كان الشيف شادي بقطع العلاقه وبمشي على طول وببرم وجهي. انا ما فيني ابرم وجهي عن الشيف شادي، شيف شادي عزيز كثير وحتى لو شو ما صار بوجهه وبقول له صباح الخير ونحن دائما مشتاقين لك وبنحب وجودك معنا بعالم الصباح. صباح الخير شيف. احبائي صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بعشر ثواني سريعين جدا اليوم، جاي هيك ومتحمس جدا للموضوع. وبقول لكم كمان اي خلاف مع الزوجة تتركوا البيت وبتفلوا، هذا احسن موضوع. انا بعمل هيك ما بعرف انتم شو بتعملوا. شو يا ميرنا مظبوط؟ رح ناخذ ميرنا معنا على الهواء. الو صباح الخير. صباح الخير. عم بيعذبك الهيئة الشفشادي، ضب الشنطة دغري. يا عمي أنا بتركها وفل. ضب الشنطة، مش شنطتك أنت، شنطة الشفشادي. إن شاء الله نهاركم يكون بعقد مثل ما كمان امبارح ويمرق هيك كمان على السلامة، صرنا هيك بنتمنى السلامة كل يوم، ونهارك كمان يا غيدة وأهلا وسهلا فيك اليوم بعالم الصباح. شكرا. تعرف دائما صرنا نقول هيك، يعني كل ما بنسبح شخص بالخير وكل ما بنشوف شخص بنقول الحمد لله، يعني الحمد لله على السلامه ان شاء الله بيقطع نهارك بشكل حلو. دائما الامل موجود لانه اذا ما كفينا بهالامل وبهالحياه والنظره الايجابيه للحياه ما فينا نكفي، وهيدي هي اكيد كل الامور اللي بنطمح لنا ولاولادنا. رح نتابع اليوم، خلينا نشوف شو هن محطاتنا من هلا ولل 11:30 بهالبريفيو. بحلقه اليوم من عالم الصباح منتابع الابراج مع كارمن. لما يصيروا المشاهير بيشبهوا الناس العاديين كيف بيكون شكلهم؟ معلمة بيشو في مستقبلكم المهني والعاطفة مع كارمن، اتصالات وإيميلات بزودياك، أهم النشاطات الثقافية والفنية مع زينة بأجندا، ورشة ملح مع شيف شادي على طاجن القريدس مع سلطة الطماطم. رح نتابع محطاتنا، كلكم أكيد بتكونوا ناطرين حظوظكم، بتكون تظهروا من البيت وتطمنوا على حالكم، حظ منيح حظ مش منيح، كارمن دايما بتطمنكم بأبراجنا مع كارمن. صبحكم بالخير، اليوم الخميس 6 شباط فبراير، اليوم القمر مرافقنا برج ترابي برج الثور، والجو جيد جدا للأبراج الترابية، مواليد برج الثور، مواليد برج العذراء، ومواليد برج الجدي، مش بس اليوم بكرة أيضا. كيف رح بيكون هالنهار على كل الابراج؟ بنبدا مع برج الحمل. بالنسبه لإلك اليوم مولود برج الحمل، الاجواء جيده ومهمه، هيدا نهار مفروض يمرق بشكل طبيعي بشكل جيد وبشكل فعال. انتبه فقط من بعض المصاريف الطارئه او يلي انت معقوله منك كثير عامل لها حساب، وانتبه ايضا اذا كنت من مواليد 14 ل 16 نيسان ابريل من بعض المعاكسات. ننتقل لبرج الثور. القمر ببرجك اليوم وبكره مولود برج الثور، انت قادر انك تختار اللي انت بتريده.
على الأرجح اليوم مواليد شهر نيسان أبريل بيسمعوا الخبر الجواب اللي هني ناطرينه، وبكرة مواليد شهر أيار مايو بتكونوا على موعد مع النتائج اللي انتو كمان ناطرينها. المهم جميع الأحوال هيدا نهار جيد إيجابي، في حركة، الأمور ميسرة بعكس ثلاثة أيام اللي مرقت. وبعتبر المواليد الأكثر حظا هي 2 3 4 5 و6 أيار مايو. ننتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء هيدا انهار في شوية تأخير، هيدا انهار بالنسبة لإلك بيقول لك استريح، اقعد على جنب، ما تقعد بالصف الأول، اقعد بالصف الثاني، الثالث أو حتى الأخير، راقب الأمور، اشتغل على أمور تمهيدية، على إعادة يمكن حساباتك، قراءة الحسابات، وما تاخذ أي قرار اليوم لأنه على الأرجح الأمور اليوم ستاند باي وهنالك بعض خيبات الأمل. بيبقى الأقل حظا اليوم هو مولود شهر أيار مايو. ننتقل لبرج السرطان. مولود برج السرطان الجو اليوم يمكن يكون أفضل من الثلاث أيام اللي مرقت، اليوم نهار بشجعك شوي لحتى تشترك وتشارك بنشاطات اجتماعية وعائلية وأيضا مهنية، نهار بتقدر تتكل فيه على شخص قريب أو غريب لحتى يقدر يساعدك، وبعتبر الأكثر حظا هن مواليد 15 و16 تموز يوليو. منكمل مع برج الأسد. مولود برج الأسد نهار متعب مثل ما قلت لك امبارح، الضغوط موجودة، هنالك جو شوي متوتر، احتمال انه اليوم يكون اسمك على المحك، فحاول انك تكون انت جاهز لكل شيء، حاول انه ما ترتجل، لازم تكون محضر شغلك وتكون جاهز للتحرك. التوتر موجود لكن هذا ما بيعني انه نهار سلبي، فيكون نهار كتير ايجابي وتوصل الى مرتبة عالية. وبعتبر الاكثر توترا 7 8 9 10 اب اغسطس، الاوفر حظا 1 2 و 3 اب. ننتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء نهار جيد انت ناطره بانتظار هيدا النهار لحتى تفش خلقك او لحتى فعلا انك تكبر خطواتك، الاجواء اليوم بتشجعك لحتى تطلع من المألوف، لحتى تختبر شيء جديد وتكون شوي جريء اكثر من العادي، نهار بيحمل حظ فضروري تتحرك بهيدا النهار لتشهل بامورك المعقده. اما بالنسبه للمولود الاوفر حظا 4 5 6 7 ايلول سبتمبر. بنكمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان هالغيمة اللي رافقتك ثلاثة أيام راحت واختفت اليوم، الأجواء جيدة، الأجواء إلى مصارحة، إلى طلاقي، إلى يمكن حل الأمور، المهم أنك تلتقي مع الآخرين، بعد عن المشاكل، نهار جيد لحتى تلتفت لأمورك لأوراقك الخاصة، وبعتبر المولود الأوفر حظا نسبياً 8 9 10 و11 أكتوبر تشرين الأول، وكونوا حذرين مواليد 17 ل 20 أكتوبر. منكمل مع برج العقرب. من الايام الصعبه مولود برج العقرب اليوم وبكره، من الايام يلي بتنبهك من المشاكل، من الحوادث، من اشخاص بيعاكسوك وبيعرقلوا دربك، المهم انك ما تنجرف وراء انفعالاتك اللي اليوم على الارجح بتكون شوي قاسيه، بعد عن المشاكل سفر سني، وبعتبر مواليد 23 اكتوبر 15 16 نوفمبر الاكثر عرضه للمشاكل. منكمل مع برج القوس. مولود برج القوس هيدا نهار بتحس انه شغلك كتير عم يتطلب اخذ وعطى، بتحس انه هيدا نهار عم بياخذك وجيبك كتير، يمكن تقضيها على الطرقات، يمكن تضل نقضيها على التليفون، عم بتحل قصص واخبار، نهار ايضا مهم لحتى تهتم فيه بامورك الصحيه الجسديه والمعنويه ايضا، هيدا نهار طويل وراح يمد ايضا لبكره، خلص اشغالك عبكير، حط جدول اولويات وما تطلع عنه، هيدي نصيحه، وبيضل الاكثر حظا 1 2 و3 كانون الاول ديسمبر. ننتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي هيدا نهار جيد جدا، هيدا نهار العلامة فيها تكون 9.5 على 10، من الأيام الإيجابية الجيدة جدا يلي معقولة تربح فيها، تنبسط فيها وتفرح فيها بتغيير، بتقدم، بتطور وبخبر سار. وبعتبر الأكثر حظا 4 5 6 و7 كانون الثاني يناير. بنكمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو طالع بالك تهتم بحالك وببيتك، أي خطوة بدك تاخذها على الأرجح اليوم إلها علاقة
إلا أو إلا ارتدادات أو إلا يمكن علاقة مباشرة مع بيتك، مع عائلتك، مع صحتك، وحتى مع المنزل بحد ذاته. هيدا النهار فيكون كتير إيجابي ويمكن يكون شوي متقلب بسبب طباعك المتقلبة، وبيبقى الأنشط 13، 14 و15 شباط فبراير. ننتقل لبرج الحوت. مولود برج الحوت بهيدا النهار ضروري تكون واضح بكلامك، لأنه اليوم معقول يفهموك غلط، اليوم كلماتك مش واضحة، يمكن كلماتك ناقصة، يعني امتحاناتك اليوم بدها دراية، بدك ترجع تعيدها مجددا، بدك تكون منتبه للتفاصيل، احتمال أيضا يكون في تأخير أيضا بمواعيدك، فكون حذر، خاصة إذا كنت من مواليد 23 و24 شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة كثير مهمة، بتشتغل فيها أكثر وبتركز فيها أكثر على أمور شخصية وأمور عائلية، يمكن يكون في سفر، يمكن يكون في بيت جديد أو عودة إلى الماضي والجذور. شباط فبراير، حزيران، يونيو، أكتوبر، تشرين الأول هن أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي. شكرا كارمن، رح نرجع نشوفها اكيد اليوم بخلال فقره زودياك مع اتصالاتكم. بدي اقول بس ونعمل اعلان، خاصه بانه عم نحكي عن موضوع وومن تو وومن، وبلشنا بهذا الموضوع بخلال فتره عيد الميلاد لسيدات عديده زرناهم ببيوتهم لحتى يقدروا هالجمعيه تساعدهم، يعني هن يطبخوا ببيوتهم ويحضروا اكل طيب، خاصه حلويات طيبه، ويقدروا من خلالها تعملوا انتم كوماند او تطلبوا كمان لحتى تقدروا تحتفلوا مع الاشخاص اللي بتحبون بعيد الفالنتاين. هون عم شوفوا البوستر امامكم، رقم التليفون والايميل تبعهم، فيكم تطلبوا قبل ب 48 ساعة، يعني عم نحكي من هلا ولا 12 الشهر 12 شباط فبروري، فيكم تطلبوا كل شيء حابين تحصلوا عليه بخلال فترة الفالنتاين. فيكم تطلبوا جاتويات على، إذا فينا نقول على رأيك مثل ما أنتم بدكم، على ذوقكم، كب كيكس وغيرها من الأمور عم تشوفوا أمامكم، بتتصلوا فيهم وبتعملوا الأوردر تبعكم لحتى يوصلوا لعندكم على البيت، وهيك من خلالها بتكونوا أنتم نقيتوا شيء بس سبيسيال لإلكم وقدرتوا كمان تخدموا هالسيدات اللي هن بأمس الحاجة لكل المساعدة، هن موجودين ببيوتهم يطبخوا أشياء طيبة لأنه وومن تو وومن عم بتدربهم بخلال هالفترة. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات، شوف في معلمة، خليكم معنا.